احنا عايزين بس معانا دلوقتي اول اتصال هاتفي وهو من رجل من استاذ حسن السخاوي. صباح الورد عليك يا استاذ حسن. طب استاذ حسن يعني ممكن حضرتك بس توطي التلفزيون خالص؟ صباح الخير. صباح الفل. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. صباح الفل. صباح الفل. حضرتك بادئ معانا الموضوع اهو من اوله، متابعنا؟ والله بص انا هقول لحضرتك، انا بصي انا في مشاكل ما يعلم بها الا ربنا، تمام؟ ليه كده خير؟ انا متجوز ما بقاليش سنه ونص، تمام؟ وانا متجوز ست يعني كنا على قصه حب والكلام ده كله. حصلت بقى مشاكل، امها بقت تتدخل في البيت وتتدخل في الامور ومشاكل ما كتيره، وبتقبض كام وشغلك ايه والدنيا ايه. والله يعني انتوا طول السنه معلش يا استاذ حسن انا اسفه، طول السنه انتوا عايشين في خناقه، ما بيجيش كده اوقات تعدي حلوه لطيفه تستغلها تخلي الدنيا تمشي كويسه وتتظبط حالها يعني؟ الو استاذ حسن حضرتك لسه معانا؟ الو طيب احنا فقدنا الاتصال، بس طبعا اعتقد وقلبه قال له قد ايه انا مستني سنه عايش في مشاكل ما يعلم بيها الا ربنا. سنه ونص بيقول. بس واضح ان يعني هو في اسئله برضو بيتهيالي حضرتك كنت محتاجه برضو تعرفيها، اللي هو بدا من امتى التساؤلات؟ بيقول لحضرتك بتسالني بقى بتتدخل في حياتي. طيب انا اقول حسن اهو رجع معانا تاني. اسمع حسن يا استاذ حسن. ايوه استاذ حسن. طيب خلي انا عشان نكسب وقت يعني حضرتك معاك الدكتوره غاده اهو، اسالها كل اللي نفسك فيه يلا وهي ترد عليك. اتفضل. بص يا دكتوره راهبه، انا بص يا فندم جبت لها كل اللي بيتعمل، قاعدين في مكان حلو وكويس وبعملها باحترام وبادب، ولا عمري غلطت فيها ولا عمري قلت في ادب فيها. اخر مره كل شيء تمشي تروح عندها، لا انا ارجعها تاني تمشي. اخر مره لما لقيت حماتي خلاص بدات بتغلط وبتشتم بالاهل وبتشتم وقله ادب، فانا محتار انا دلوقتي يعني على يوم السبت ان شاء الله. دي حماتك اللي هنقعد قاعده مع اهلها، فانا مش عارف انا اقرر اطلق ولا اعمل ايه. طب طب رد عليا يا استاذ حسن في سؤالي، انتوا طول السنه ما فيش وقت حلو كده عدى عليكم تستغلوه يعني تلطفوا بيه الدنيا؟ والله بص اقول لحضرتك انا عشان شغل بس انا بسافر وكده، تمام؟ ويعني كنت كنت يعني ايام بتبقى حلوه وايام بتبقى وحشه يعني في وقت حلو اهو. طيب خليك معانا. طيب ودكتوره هترد عليك. شكرا يا حسن. هو طبعا انا مش عايزه اقول ان الكلام ده اكيد كان باين ايام الخطوبه. يعني لازم هو شاف الحماء المتدخله في علاقتهم وان البنت بترجع لها في كل حاجه، بيبان من شخصيتها كمان واتيتيودها طبعا. يعني ان ده بس ان البنت تكون صليت اللسان على جوزها، هي دي القصه. لا هي بيقول لحضرتك حماته، حماته كمان، حماته بتتطاول عليه، وهم يوم السبت عاملين زي جلسه كده عائليه عشان يحسم بقى قرار استمرار العلاقه من أنا عدمها. انا بقول يا حسن انت اللي كنت المفروض تحسم ده من اول يوم. انت اللي سمحت بده يبقى في بيتك، فانت اللي لازم راجل البيت تحسم ده ان انا مش قابل ده، وده واضح. طب هو انت اللي ما حصلش وما حسمش من الاول، حضرتك تنصحيه يعمل ايه في الجلسه العائليه؟ الجلسه ان هو بيحط قرارات ويحط هو الرولز بتاعت بيته، ان انا ما بسمحش بتدخل، انا اسرار بيتي ما بتطلعش بره، انا ما بسمحش لحد يخش يعني بيتي يقول يتطاول الكلام ده كله. مراته قبلت ما قبلتش، لازم يبقى في موقف، خصوصا لسه ما فيش اولاد. طيب